عزيزاتي المتتبعات، اليوم الشيف روزي طبخ حلويات. اليوم جبت لكم مشترياتي الشهريه من المواد الغذائيه لشهر نوفمبر، يعني مع الاسعار، يعني الاسعار هذه تاع نوفمبر راني جايبتها لكم، يعني تقريبا على المستوى الوطني يبيعوا كيما هكا. نبدا انايا بالمواد تاع التنظيف اللي نستعملها انا في داري. انا هاي وانا نشري صابون الطرف، انا نستعمل هذا تاع مارسي، هذا مليح، انا نستعمله للدوش ونستعمله ليغسل اليدين باسكو لا عندنا الحساسيه وما نستحملوش المواد هذوك تاع لي جيل. وهذا هذا صابون راه يدير 6000 للواحد، انا كي نشري في الشهر نشري 3. عندي الجريزيل او لافسول، انا الشهر اللي فات كنت شاريه هذا بغيلاكس، يعني منه جيل كيما كي تشوفيها، وجيل ها هنا منه جيل منه يعني معطر. انا كي كانت باقيه لي النص على القرعه كيما كي تشوفي فيها خليتها ورحت شريت وحده تاع الامير باش غير على بالي اللودير، يعني على بالي الرائحه. يعني هذا الامير راه يدير 6000، وهذا النص اللي كان باقي لي تاع بريلاكس ثاني القرعه راه دير 6000، يعني قرعه كامله دير 6000. كي باقي لي النص خليته هذا باش نرغوي به وفيه الرائحه، ونزيد ثاني نبغي ندير انا نعطر ندير هذا تاع الامير راه يدير 6000. نمشو تاع الاواني، يعني ايزي سبريل، انا كي نشري هذا كما قلت لكم، انا نشري هذا راه يدير 56 و50 الف، يعني كل 3 اشهر نشري واحد. احسن ما تروحي تشري كل شهر تشري قرعه ب 6000، ومن هذوك دوك المتوسطين مش لحقه كاع على الايترو وبالخف تكمل لك. من الاحسن شري كيما نشري انا كيما هكا 56 و3 اشهر ما تشريش، يعني 3 اشهر ما تشريش وشهر شري، 3 اشهر ما تشريش وشهر يشري، يعني تساعدك في الميزانيه. البابي ابسوربون على بال تمسحي يديك ولا على بال حوايج تاع اليدام، هذه فريت ولا اي حاجه تاع تقليها، انا اللي شاريه زوج من هذه النوعيه. يدير كان في سبتمبر يدير 20000، اكتوبر يدير 20000، هذا نوفمبر يدير 28. ها هو انا كيما كتشوفيه من هذا تاع 4 × 2، يعني مليح. شريت معاه البابي جينيك تاع 4، هذا شريته ب 10000، 4 رولويات شويه صغار متوسطين ب 10000. ندخلوا في المواد الغذائيه. عندي انا الخل شريته، انا شريته غير يومين ولا 3 قبل ما نشري المشتريات هذه، خاطر تكمل لي. شريته ب 5000، هذا تاع رهف، ها هو انا تاع رهف يجي مليح، ها هو عائلي وماهوش يعني قاطع بزاف ورخيص، يعني اقتصادي يدير 5000. شريت وحده مايونيز، ها هي وينها عندك الصغيره، ها هي وينها كيما كي تشوفي، هذه الصغيره راه يدير 3000، يعني نبغوا نديروها شوفيها 335 غرام. نبغوا نستعملوا بيتزا ولا اي حاجه يعني نلقوها، اعتقد انا نخدمها في الدار بصح كي نبغي نشري اونكا ونكون مقلقه ولا هكا نشري دائما وحده مخليتها هكا في الشهر. عندي الطوماطيس تاع العلب كيما كي تشوفي، انا شريت زوج تاع عرطل باسكو علاه في الشمس تاعكم شويه الطوماطيس باسكو نديروا المرقه بزاف والطعام هذا الصوالح. شريت زوج تاع عرطل راه دير 3000 للوحده، كانت دير 12000 دوك راه دير 3000 الوحده، شريت زوج ب 26000. عندي السمن هذه تاع 500 غرام كيما كي تشوفي فيها، ها هي 500 غرام، هذه شريتها ب 20000، هذه دير 20000. الدهان شريت تاع لابيل، شريت وحده تاع 500 غرام كما كي تشوفي، ها هي 500 غرام، هذه راها دير 6000، كان داك النهار دي 6000، الشهر هذا لقيتها غير 6000. يعني حوايج اللي ما يستهلكوهاش الناس بزاف يخلوا لها بري ولا ينقصوا منها 1000 باش تمشي لهم، هذه شريتها 6000. نروحوا للفرماج، هذا تاع البيتزا هذا ولا تاع لي غاتين ولا، انا هاد المره اللي فاتت شريت هذاك تاع الميزان، يعني رغم انه شويه غالي بصح ما يذوبش كاع، كبريت عليكم ديجا وقلت لكم بلي ما يذوبش. ها هو انا شريت تاع نابولي هذا، شريت كيلو كيلو، يعني ان بودا يعني يجي ما عرفش فيه زوج كيلو ولا مش عارفه، بصح انا بغيت نشري غير كيلو، شريت كيلو ب 31000، هذا ثاني مليح. ها هو انا ديجا شت جارتي شاريه منه يعني يذوب، شريت منه ودا عطيني لا مارك قالت لي تاع نابولي شريت منه، ما كنتش دايره نلقاه من قبل بصح هاد المره كي رحت عند الكروسيس لقيته عنده. ها هي وين كاتبين نابولي، ها هي وين نابولي بالعربيه ودايرينها بالفرنسيه من الجهه اللي من هيه، شريت كيلو ب 31000.
انا عندي السكر نستهلك 4 كيلو في الشهر كما كتشوفي، راه يدير 9000 الكيلو صافي. ديال الباكيه واحده راه دير 9000 الكيلو. شريت شوربه، هاي انا راه ديرني فمين يعني، راه زادت طلعت خاصها شويه، ولكن البطاطا وحده مقارون تاع صغيره تاع 500 غرام هذيك، وداك الشوربه غدير 9000، والمقارون غدير 9000، يعني ديك الباكيه راه دير 9000. انا باغي ندير بها لي غاتيه، ولا ساعات نديرو بها مرقة هكا جواز، ولا ثاني تتكل في البرد. سباغيطي شوفي كاينه تاع ماما راه دير 12 مي، انا شريت تاع السيم هذه كما كتشوفي فيها، هذه دير 9 مي، يعني غير سباغيطي سباغيطي وحده 9 مي، شريتها 9 مي شويه باش نختصر. تاع ماما راه دير 12 مي. السميد انا باقيه لي وحده تاع 2 كيلو تاع ماما من الشهر اللي فات، ما استعملتهاش تقريبا، زدت عليها غير وحده تاع 2 كيلو ثاني، يعني هذا الرقيق هذا مليح مليح للمسمن محاجب، تقدري ديري به الخبز، انا ندير به ثاني الخبز، ديري به شي يقولوا لها فطيره ثاني، فطيره ثاني تجيبيه شابه راه دائما ديرها به. عندي القهوه انا نشري اروما كما كتشوفي فيها، المره اللي فاتت كنت شاريه 3 بقات لي وحده، زدت شريت غير 2، هاهي مهمه شريت 2. سميد راه يدير 24000، يعني 2 كيلو ب 24000 هذا تاع ماما، يعني باش نعطيكم الاسعار باش ديروا حسابكم كي تبدي خارجه تعرفي شات شدي معاه. القهوه كيما قلت لك اروما راه الشهر هذا راه يدير 22000 الباكيه، يعني باكيه تاع 250 غرام تاع نص سرطه راه دير 22000، كانت دير 19 ومن بعد طلعت 20 ومن بعد 21، الشهر هذا راه دير 22، يعني دي ولا خلي. انا ديجا باقيه لي وحده زدت شريت 2. نروحوا للزيت، انا الزيت ها وينه نشري هذا تاع 5 يوترو كما كتشوفي فيه، ها وينه هذا فوت به الشهر انايا باسكو في الاخر في الشتاء تقريبا ما نقلوش بزاف، ها وينه شريته ب 60000 ماشي 65، كاين شي ناس يبيعوه 65 وكاين شي ناس يبيعوه ب 60، انا شريت من عند هذا بعالي ب 60000. لي لحظه انا شريت سيليا باسكو علاه ساعات ما يكونش عندنا الحليب ونبغوا نديروا القهوه ولا للدراري، مجبره انك دائما تشري وحده في الدار، انا كي نشري سيليا رغم انها غاليه بصح ما نشريهاش، انا كل شهر شهر نشريها وشهر ما نشريهاش. عندي راه دير 40000، هذه سيليا راه دير تاع كرتونه راه دير 40000. عندي البقوليات هاي وين اللوبيا، انا شريت كيلو تاع لوبيا راه دير 28000، يعني فريت تاعها 28000 وكاين ناس يبيعوها 30000. انا هاد النوعيه اللي تاع مليحه تاع الميزان شريتها، انا مره شريت دي كاريدو ماهيش كاع بنينه، انا ننصحكم دي كاريدو كاع ما كانت تعاودوا تشروها، اصلا تاع سلعه كاريدو كاع ماهيش مليحه، شريتها مره وندمت عليها. هاي وينه شريتها، هذه شريت كيلو ب 28 كما كتشوفي. الحمص انا عندي رطل من الشهر اللي فات، الدرجه درتها في العلبه، عندي شهر رطل من الشهر اللي فات ديجا نشمخته، الشهر هذا نشيت غير رطل راه يدير 32000، شريت رطل كما كتشوفي فيه كيما هكا، يعني الكيلو 32، الرطل راح تشريه ب 16000، انا شريت رطل. الروز ها هوينا كيلو، الروز ديجا نستهلكوه نديروه، يعني عندها عده طرق ديجا ندير لكم في القناه هنايا، نديروه مرقاندو يعني نوعوه في الكوشه في كل شيء ديريه، ولا ديري ماسيدوار ولا، انا شريت هذا يعني غير من هذاك الرخيص يدير 30 للكيلو، بصح وش هي الطريقه اللي نخدمه بها احسن من هذاك بسماتي، بسماتي رغم انها غالي بصح انا الطريقه اللي نخدم بها هذا رخيص هذا تاع طريزميل تجيني مليحه، قلت لك احسن من بسماتي. زيدي شام هذو هم، واه شريت البركوكس هاي وينه، شريت 2 كيلو وكاينه وحده تخدمه مليح، هاي وينه تبيع فيه 13000 كيلو، بصح يعني بركوكس وعليه الكلام، يعني ما يتحلق في المرقه ما والو، يعني تقدميه للضيف وما تحشميش منه، هذا كيدير 13000 شريت 2 كيلو ب 26000. زيدي شي ثاني ها هما كيما قلت لك، الاخر سائل الاول الملابس انا ديجا وريت عليكم، راه باقي لي النص الشهر اللي فات، شريت وحده كيما كتشوفي 80000، يعني 75000 ونافسو، يعني شحال باقي 1000 فرنك على 80000، شريتها ب 80000 بصح راه باقي لي النص. انا شهر نشري وحده، عيونا شوفي شحال فيها، فيها 2 لتر و 700، انا شهر
شوفي كيما كتشوفي شهر نشري وحده وشهر ما نشريش، باسكو علاه انا نستعمل النص في الشهر هذا في الشهر اللي فات، والشهر النص راح نستعملها في الشهر هذا. كيما كتشوفي هذا جربته ما من الرائحه لوديغ مليحه ونقيك سوا. هذا بريلاكسي ما قلت لك انا عاد باقيه لي نص قرعه من الشهر اللي فات، باسكو انا خلطت في بيدود 5 ايطرو كيما هما دايرين يعني في العبوه، دايرين باللي ديري بوشون في 5 ايطرو، انا ما نديرش بوشون في 5 ايطرو، ندير حوالي زوج بواشين هكا نديرهم في بوشونات كيما هكا، نديرهم في 5 ايطرو ونخلط يرغوي لي وكل شيء. كيبقى لي النص ما رحتش شريت وحده اخرى، رحت جبت واحده كيما قلت لكم تاع الامير، هذه غير باش نعطر بها، هذه نقي بها وتعطي ثاني لوديغ، وهذه هذه كنت كنخلطها في البيدو في 5 ايطرو، وهذه ثاني خلطي ديري زوج بوشونات في، هما يقولوا ديري غير بوشون في 5 ايطرو، بصح انا ندير زوج بوشونات باش شويه لوديغ تجي مليحه في 5 ايطرو، يعني تشد لك. انا كيما هادو راح يشدوا لي شهر ويفوت، يعني تما كاينش راح تنقي كل يوم، ما يكون ما تنقي تستعمليه حاش كتستعمليه في لي تواليت، تستعمليه ديري بيدو تاع 5 ايطرو فيه الماء زيدي عليه زوج بوشونات من القرعه، يفوت لك يعني شهر ونص بلا ما تضلي تعاودي تشري. تزيدي بقات لي من 600 درهم بقات لي 20000، يعني هذه الحسابات. شريت البيض، انا مضاريه نشري البيض نشري بلا، بصح كي راه غالي دروك مانيش نشري بلا، راني راح نشري 10 حبات، 10 حبات هذو فوت بهم، يعني لو مومون لي يكمل لي الحانوت حدايا. انا كيما قلت لكم نشري الضروريات كيما كتشوفي، كيما هذه الضروريات هي اللي نشريها انايا، من فوق الضروريات ما نشريش. وكيما قلت لك تاع غسيل الملابس شري وحده كيما هذه 80000، شهر تشري وشهر ما تشري، تبغي شهر تغسلي كسوه كل يوم هكا، كيما هكا ما تغسليش كل يوم، وين ما ديري في الماشينه يشد لك شهرين. انا كيما هذه يشد لي شهرين، باسكو رغم انه غالي بصح يغسل مليح ويشد لي شهرين، كاني يعني كل شهر شريت وحده من هذيك اللي شويه مدرح. زيدي قلت لكم شريت 10 حبات تاع بيض، زيدي لي زيبيس عندي نشري انا 10000 10000 10 50000. الشهر اللي فات شريت، الشهر هذا ما نشريش باسكو لي زيبيس شهر نشري وشهر ما نشريش. زيدي هاد المصاريف كيما كتشوفي فيها، هذه الفرينه ديجا انا عندي قلت لكم انا نشري شكاره تاع 25 كيلو، تشد لي وقت، تشد لي حوالي حتى 3 اشهر تشد لي، باسكو مره نعجن مره ما نعجنش، نستعمل الحلوى نستعمل يعني المعجنات هذو كاع نستعملهم انايا، ما نشريش تاع الباكيه، نشري تاع 25 كيلو دير ب 70000، بصح واش هي جوده، يعني كي تشري شري تاع الجوده ما تشريش تكلي شويه ما عيانه تستخدمي بها حتى الحلوى. حاجه تاع اللحم دائما انا عندي 200000، نشري كيلو تاع خروف ونشري دجاجه، يعني دجاجه ماشي نشري دجاجه كاع كبيره، المهم انا هذيك 200000 ندخلها نيش لازم نجيب بها اللحم ونجيب بها الدجاج، من فوقها ما تزيدش كيما كتشوفي ها. وهذه هي المصاريف نتاعي، يعني جبتها لكم بال يعني بالتمام، يعني بعض الولايات زايدين دوك 2000 3000 من الشهر للشهر، باينه كاع الحوانيت على المستوى الوطني يزيدوا، يعني كاين شي صوالح يزيدوا فيهم، كاين اللي يطلبوها الناس واللي ما يطلبوهاش، دائما يخلوها المام السعر كيما الدهان، ها هوينا كان يدير 700 انا لقيتها ضربه لقيتها ب 600، المايونيز قعدت هي طريز من الباكيات البلاره الصغيره. العدس انا علاه ما شريتهاش باسكو راه قعد لي من الشهر اللي فات، باقي لي حوالي رطل، وكي رحت نشري ما لقيتش المليح، اللي الشهر اللي فات شريت المليح وراه باقي لي رطل، الشهر هذا كي ما لقيتش اللي مليح شريت هذا المصاريف، قلت خاطر كي نخرج نعاود نزيد نحوس على اللي يكون مليح ونشري كيلو، يعني رانا ننوعوا ماشي رانا نديرو غير البقوليات، ديري طعام ديري شوربه ديري غراتان ديري بيتزا، يعني كل مره يعرفي انت كي تحترفي وكي تتحايلي في الكوزينه باش يعني الشهريه تشد لك. انا نعطيكم هذه الطريقه اللي نتعامل بها كاع حياتي، يعني انا دائما كي محيت لي درت الدار نمشي كي نشري الضروريات برك، انت شري غير الضروريات، من الضروريات ها لابي ما تشريش خارج الضروريات كيما راكي تشوفي، ايزيس تاع سائل الاول الملابس شري قرعه كيما هكا من الاحسن، اولا جوده، ثانيا الرائحه مليحه وتشد لك شهرين تشد لك هذه، صدقيني ماكش تغسلي انت كل يوم كيما وريتك هذا الامير ولا هذا لافسور تاع الجيل ولا غير المعطر، انت كي تشري قرعه تشري غير قرعه وحده، انا غير مربقات لي هذه من النص زدت هذه غير باش نعطر، مي انا في الشهر نشري وحده برك،
باسكو الا كنت نشري زوج بصح كي زادت الاسعار نشري غير واحده. هاكا ديري بيدو تاع 5 لتر وفرغي فيه زوج بواشين هو اللي خدمي به. يعني الشتا راك عارفه الشتا ما نقوش بزاف يعني مع البرد يعني تتصغر ليها. هاي وينه كيما راكي تشوفي هذه مشترياتي الاساسيه، مي حاجه الطون ولا حاجه تاع فرماج هذاك تاع لي بورسيون هذاك تاع الحبات، يعني شري لو مومون اللي تكوني مسحقيه. مثلا الشيكولا تاع الغبره هذيك يعني اذا سحقيتي شري، ما كيش مسحقيتها ما تشريهاش باسكو علاه كاين اللي عندها الدراري يشربوها وكاين اللي ما يشربوهاش. كيما الكونفيتير انا ديجا خادمه الكونفيتير في داري، خادمه تاع خادمه تاع الحره يعني تاع الكرموس، خادمه بيدو كبير راني نستعمله انا ما ناكلوش بصح الدراري ولادي ياكلوا ساعه ساعه ياكلوا هكا وتمشي يعني بكل سهوله يعني ولابي تاعك صدقيني تشد لك. لي زيبي تشري شهر ما تشريش وخلينا هذه 600 يعني ديري كالكيلاتريس وشوفي الاسعار اللي نشري انا بها تلقيها 600 درهم مبلعه. قلت لكم انا البيض كنت نشري بلا بصح كي زاد راني نشري 10. كاين حق الحانوت قدامي، الطون الحانوت قدامي والفرماج ديالك بورسيون هذا قدامي. ونتمنى الطريقه نتاعي هذه تعجبكم يعني في المشتريات والتدابير، ودعموني بليجام يعني نرجو من الاخوات نرجو من الاخوات يدعموني بليجام باسكو ليجام هما اللي خلوا القناه تنتشر وكل الاخوات يقولوا يعرفوا كاين اللي عروسه جديده كاين اللي مسكينه ما تعرفش تتصرف مش عارفه كاع كي تقتصد. هذه احسن طريقه للاقتصاد كي يكونوا عندك هذا المصاريف يا حسره الخضره وهذوك الصوالح ساهلين. ونتمنى انكم تدعموني بليجام كيما قلت لكم الاخوات وتشاركوا في القناه والى الملتقى باذن الله.